راح مني ولادي شامبيان. بنيتي شبيش بابا؟ فدول عينك اخوي الله يخليك، ما شفت هيك طفل، طفل صغير وني تقريبا عمره 5 سنين، لابس ازرق هيك مقلم فات من هنا. بنيتي بنيتي بهيك حالات ضبطي اعصابك، لانه الطفل الفصيح للبيضه يرجع لاله. شلون؟ يعني قصدي يرجع لاله، بعدين انا يا ريت شفته كان طمنتش ما شفته. يعني ما شفته؟ لا. ادري عاد هاي العيون ايش دسوا بوجهك؟ العب بيهن دعابل، غير اشوف بيها. يلعن ليش ما شفت الطفل هسه؟ ما اعرف وين راح، ضاع مني ابني، راح كله من وراك كله. خطيت هذا الطفل هسه برقبتك. بنيتي انا ياه مالتي، بيش احلف لك؟ احلف لك بالطفوله، احلف لك بماما زمنها قيه ما شفتها. ادري ليش عندك واقف هيجي بالشارع؟ لا تنتظر صاحبي يجيني هالشغل. لحظه، الظاهر اكو مس اندرستاندينج، ممكن اتدخل على مود احله؟ شنو هذا؟ سوء فهم الظاهر اكو بيناتكم. ايوه سوء فهم. شكو؟ ايش بيكم تصيحون؟ وليدي. نعم. اولا انا رجال كبير وعيب يطلع صوتي على بنيه. واضح. رحم الله والديك. انا صار 10 دقائق واقف هنا. نعم. لبنيه الله يستر عليها ويحفظها تقول يابا ابني ما شفته. يابا انا لو شايفه اعترف اقول انا يجوز هو فات منها قبل لا انا اجي انتظر سرمت صديقي. هيك سويت روحك كلش بريء ومالك دخل اصلا بالموضوع. ابني فات الكبرى، ابني عمره 5 سنين يقبل جنه ورده مال الله، ضاع هيك ضاعتوا. شنو حياه العالم؟ شنو حياه العالم بيدكم لعبه؟ زين اختي ممكن اني اتدخل؟ انت اعرف انه حقك ابنك ضاع ومتعصبه، ممكن اني اتفاهم وياه؟ فاهم وياه. اغاتي عيني، انت متاكد ما لمحت طفل بهاي وقفتك فات منها؟ يابا ليش احلف لك؟ احلف لك بكل ممنيات الاطفال، ما شايفه ما شايفه ما شايفه. مصر 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 على الاذيه. اذا الخلل بيك. خلل بيا ليش؟ طبعا الخلل بيك، الخلل بعيونك. ايش بيها عيونك؟ بزونه لو فايته منها هم تشوفها. طفل طفل ما تشوفه؟ انت شنو ما عندك احساس بالطفوله؟ انت مقطوع من شجره؟ طفل ما شفته؟ يا اخي ركز شويه ركز، هاي اطفال عالم مو لعبه. يا ابني ابني قلبه حركته قلبه حركته واني ام. شنو ذنبه؟ شوف 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 بعد شلون ترفعت. يا وليدي شنو ذنبه؟ يا وليدي لا تبكي لا تبكي. يا وليدي ما شفته ما شفته، وداعتك ما شفته، بيش احلف لكم ما شفته. لا تحلف ولا هم يحزنون، انا عندي حل. شنو والله؟ اختي طلعي تليفونك وخابري على ابنك. هو ابنك شو اسمه؟ حمودي. خابري على حمودي، شوفي اذا رجع للبيت على مود ناخذ من عندهم تعويض. صغير طبعا ناخذ منك تعويض طبعا. خابري خابري راح اخابر. خابري على البيت. شوفي ايه؟ شوفي قول لهم حمودي رجع هيك استفسار. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله اتمنى يرجع. يا رب خلي يجاوبوني. خلي نشوف خلي نشوف. الو فدوى ما رجع حمودي؟ والله رجع اسمع صوته. سلمي لي على حمودي. حمودي حبيبي يسلم عليك واحد ما عنده عيون. حقه 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 امي حقه. يلا ادفع ادفع تعويض. ما ليش تعويض؟ اخي امه فرفحت. ادفع تعويض؟ هيك رجفت. هيك رجفت. لكم انتم بيا زمن عايشين. لكم هيك صارت الدنيا. دا اقولها ما شفته، حلفت لها بكل الاشياء ما شفته ما شفته ما شفته. شدي عليك سرمد.